أول ظهور لابنة نجلاء فتحي في مهرجان الجونة في موقف مثير جدا ومضحك جدا. ابنة نجلاء فتحي هي دي، وهي زوجة المخرج أحمد خضر، وحصل موقف عجيب جدا في مهرجان الجونة خلاهم حديث كل الصحف. ركز كده في الصورة، مش شايف حاجة غريبة شوية؟ هي الست مش لابسة الجزمة وجوزها شايلها لها؟ أيوه ده حصل فعلا، والتقطته عدسات الكاميرات. خدولي كده جنبكم شوية عشان أتصور. القصة بالظبط إن أحمد خضر خد الجزمة من مراته بعد نهايات فعاليات مهرجان الجونة، أو يوم من أيام مهرجان الجونة، بعد ما رجلها تعبتها جدا فقررت تقلع الجزمة، وجوزها شالها عنها عشان ما تضطرش توطي، والفستان بتاعها عامل لها أزمة. وأثناء الموقف الجميل ده اللي بيعكس قد إيه الراجل ده بيحترم زوجته، الكاميرات صورته، وزي ما أنتم شايفين كان بيضحك ومبسوط جدا إن الكاميرات صورت الموقف ده. في ناس كتير انتقدت المخرج احمد خضر وقالت له ازاي تشيل جزمه مراتك، فالراجل استغرب جدا وقال لهم انا هشيلها ربع ساعه، هي شايله البيت بقالها 15 سنه ولا كلت ولا ملت. فعلا نعم الرجوله. كان معكم صحفي تيك توك احمد الجزائري.